سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية بمختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. السلام ومرحبا بكم متتبعي الحياة تفام على 93 اليوم موعدكم المتجدد أسبوعيا كل نهار سبت مع برنامج سياسات الصحة. موضوع جديد أكيد يستنى فيكم اليوم، مش نحكيه على القافلة الصحية الموجهة لأمراض العيون اللي تم تنظيمها في القروان نهار جمعة، مش نحكيه على تفاصيل اليوم هذية مع ضيفنا الدكتور في طب العيون حمزة شقرون، مش يعطينا تفاصيل حول التلامذة اللي تلقاو الكشف اليوم اللي تم الكشف عليهم والإشكالية، باش نحكيو على الإشكالية متاع الاكتظاظ اليوم، الاكتظاظ اللي يميز اليوم متاع الكشف على تلامذة في المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالقيروان، باش نحكيو أيضا على كيفية إحكام التنظيم باش نتفاداو اللي صار نهار الجمعة، باش نتفاداو الاكتظاظ وباش نتفاداو كونو يجيو برشا تلامذة وبرشا ناس وما يعديوش للأسف. باش نحكيو أيضا على إذا فما أيام جديدة أمتع قوافل صحية باش تتنظم في ولاية القروان اللي ما فيهش طبيب عيون في المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالجهة. قبل كل شيء نرحب بضيفنا، مرحبا بك سي حمزة. مرحبا بك، سعداء باستقبالك. عايش مرحبا على أمواج إذاعة الحياة تفهم، أول إذاعة على الصحة في تونس، الإذاعة المتخصصة في الصحة كأول تجربة في بلادنا. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا سي حمزة، قداش من تلميذ تم الكشف عليهم اليوم نهار الجمعة في إطار اليوم أو في إطار القافلة الصحية الموجهة لأمراض العيون؟ أكثر من 200 تلميذ، 220-230 تلميذ. أكثر تفرقوا 170 نظارة. هذوما ان شاء الله مبدئيا اسبوع ياخذوا نظاراتهم في المدارس نتاعهم، توصلوا لهم معناها للمدير والمدير يفرق، معناها ياخذين اللي كوردوني نتاع الصغيرات هذوكم وتوصل لهم للليسي ولا معناها امور منظمه. أمور منظمة نسبيا، خاطر شفنا فيديوهات، شفنا اكتظاظ كبير، شفنا حتى خلينا ما بين ظفرين تشنج قدام المركز الجهوي للطب المدرسي. هذا بسبب شنو حسب نظرتك أنت كمختص وكطبيب متعود تشارك في القوافل؟ خاطر سمعوا العباد بالقافلة، أو هي قافلة كانت موجهة لك التلامذة اللي يعديوا في الطب المدرسي، وفي أنه ما فماش طبيب عيون غادي في الطب المدرسي، قعدوا من غير رونديفو. دونك الاداره الجهويه لا بروغرامي مع شركه سيلور، مشكورين برشا تنرجعوا لهم باش يعملوا جورني، هما اونتر 150-170 تلميذ هيك خذوا استدعاءات نتاعهم باش يجيو. العدد كان اكبر يا اخي، العباد كي سمعت في الراديو فما قافله صحيه ولاو جاو الكل، ما عادش تعرف شكون اللي عنده استدعاء من غير استدعاء، وتشنجت الاعصاب برشا. هيك اللافت معناها العباد سمعت جات، وهي قافلة موجهة العباد ما عندهم مواعيد وما عندهمش طبيب، حبينا نحلوا المشكلة في اون جورني معناها قافلة هكا صحية نحلوا له مشاكلهم، وكان مشات الأمور نعودوها إن شاء الله. اللي نلقاو طبيب معناها فيكس لاهي معناها أمراض العيون الأطفال الطب المدرسي. اغلب الحالات كانت موزعه ما بين نقص نظر، فما مشاكل في الشبكيه، فشنو هي المشاكل اللي كانت موجوده عند 170 تلميذ يستحق نظارات؟ معناها فما مشاكل تقلق في القرايه وفي الحياه اليوميه، معناها حتى كي يكبر يديش ناقص وينجم نعملوا كل مشاكل تاع عين بخيله ولا قلق. الحق شفت 20 هكاك مشاكل ما بين نحول مشاكل نتاع ماء في العينين، فما مشاكل تاع شبكيه، معناها مع جورني باهيه معناها ريت. انا رجعت تجي 20 تلميذ باش نراقبهم، انا كان فما عمليه تحول، كان فما حاجات نصلحوهم. باش تراقبهم وين معناها؟ في المستشفى في مستشفى الأغالبة يجيو للأغالبة عطيتهم مواعيد، معناها يعدي المواعيد نتاعهم ونكونتروليهم، خاطر هاكم معناها بلو سبيسيال السيرفيونس نتاعهم. تصور الامثل اليوم معناها او لقافله صحيه باش يصير فيها يعني انه الكشف يتم في احسن الظروف، كيفاش تراه كمختص وكطبيب؟ كيفاش يتم التنظيم؟ من المفروض كيفاش يتم التنظيم؟ العدد لازم ما يوصلش ال
150 200 معناها باش تكون امور منظمه وتقدم معناها خدمات طبيه لائقه. حتى الكل صغير لازم 5 دقائق 10 دقائق باش تنجم تعمل له اكزام عادي وياخذ يونيت مناسبه لحالته. مناسبه لحالته صحيحه خاطرهم الصغار لازم نظارات صحيحه دونك تاخذ شويه وقت باش يكون التشخيص صحيح. زاد اذا كان ما كانت حالات صعيبه اول مره يتراو مثلا ريت اليوم شكون ناقص 17 عمره ما عدى 8 سنين معناه ما يراش كيف عايش ريت تكون برشا عائلاتك معناها من نفس اللقب معناها تلقاهم زايدين نظر مشاكل 8 9 ليره قريب لبعيد معناها وعداو هذوما اليوم خذوا عداو برشا نظارات رجعت من ليه خذي باش ياخذوا نظارات هي الحاجه الباهيه في هي مش جمعيه هي شركه اسيلور تعمل قوافل معناها ما نعرفش معناها عندي بخاطر منهم باش يفرقوا نظارات معناها ابار القافله ياخذوا نظاراتهم يعني جوست مش جوست تعدي وتقولوا راك ناقص ويعملينها للعباد اللي المعوزه معناها اللي ما ينجمش يشري نظاره الناس اللي ما عندهاش امكانيات ماديه باش تعدي في القطاع معناها الخاص معناها معموله للقطاع الخاص ومواعيدهم بعد برشا ولا ما ينجمش يجي للسبيطار لانهم بعد 70 كيلومتر كيما الحاج ما ينجمش يجي وقتها نعملوا قافله نقربوا لهم احنا وموان كي نلقاو حالات خطيرة نوعيو العائلات سينو كي يبدا واحد ناقص مش برشا كل ياخو نظارة وكل الوالدين تسمى ولازمو مراقبة مرة في العام في العام ونص كطبيب مختص واكيد انت تعمل في مستشفى الاغالبة وتجي دوريا في اطار قوافل صحية لولاية القروان شنو هي النقائص في القطاع هذايا في القروان؟ خلاف انه ما فماش نقص في الاطباء شنو هي النقائص الاخرى؟ فيما يتعلق بالمعدات في القافلة وفي القطاع بشكل عام قطاع طب العيون ولا التخصص هذا في القافلة اليوم شوية تنظيما يعني قلت لك صار سوء تفاهم هي قافلة موجهة ل 170 شخص يا اخي جاوا قريب 600 عادي مش تصير المشكلة هذيك ان شاء الله نعاودوها مرة أخرى قلنا هما موافقين جماعة عدد الأطباء أيضا محدود بالمقارنة مع العدد المتوقع خاطر احنا دخلت معنا مدام أسماء العامري المشرفة على الطب المدرسي والطب التلمذي في الإدارة الجهوية للصحة قالت أنه أكثر من 300 تلميذ أكثر من 300 تلميذ معناها بالمقارنة بعدد الأطباء اللي هما طبيبين تصوروا برشا العدد برشا 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 نحن حضرنا 5 أطباء المعدات الموجودة تخدم كان 3 قعدنا هكا نرتاحوا شوية معناها باش نخدموا الكل دونك دي بي نتاع 3 أطباء ما يفوتوش معناها 200 300 معناها كان باش تخدم خدمة محترمة. النقائص في القطاع نتاع أو في الاختصاص نتاع طب العيون في القروان كيفاش تراها سي حسن؟ نقائص كبيرة معناها ما فماش طب عيون عصري حقيقة معناها نقولها ما فماش أن بلوك أوبيراتوار محترم معدات بدائية للغاية. الحق أنا الوزارة وفقت لنا على ماتريال شوية بيروقراطية تبدأ تقعد عاء طلبنا كل شيء ماتريال عصري اون اتوندون يجي إن شاء الله تحسن الأمور أما تو بالمعدات هذيا كيفاش تخدموا الخدمة تكون مستحيلة تكون صعيبة والله صعيبة وتوتر وتعب وأنا الناس الكل نصبر اون اتوندون معناها في انتظار تحسن الحال ولازم تتحسن الحالة خاطر ما في 2021 فما خدمات خير من هكا برشا معناها العباد تستحق خدمات خير من هكاك في الوقت في التنظيم في المواعيد يوليو اقرب خاطر متطوره تو طب العيون كلها معناها معدات كبيره تعاون برشا في الخدمه هذاك انستيتيو دياغنوستيك معناها حتى في الحالات تطلعهم خير من هو التشخيص اصلا يتم بالمعدات هذيا معناها اذا ما يكونوش المعدات معناها بال مش كل شيء المعدات كيكا تولي مش لازم انا معناها اطباء عيون معناها تعاوننا برشا وتربحنا برشا وقت اي عاون باش تكون التشخيص دقيق باش يكون التشخيص دقيق وتربح وقت ومراقبه اسهل ومواعيد اقرب في عوض ما تعدي مثلا معدات بدائيه على 30 تنجم تولي تشوف منين ويقتلوا الاطباء عادي كي تبدا انت عامله ظروف خدمه باهيه يجيو اطباء اكثر ما يقلقوش ويخرجوا
كيما خرجوا طب العيون معناها في القرون خرجوا منا 10 اطباء منهم 5 اطباء كثيرهم دي بروفيسور في فاقس ونستير وكل معناها في اطار هجره الازمه معناها ما تجيبش ماتيريال وكل يحس لا يتطور لا هو لا يقدم خدمات معناها كيما قرا مش يخرج عادي فهمت الاطباء ذوما هاجروا لخارج تونس تقصد فما اللي هاجر وفما اللي خرج للقطاع العام وفما شكون حول ميلي سيرفيس خاطرهم اطباء جامعيين معناها حولوا مثلا للسفاق نعرف كلك معناها 4 اطباء راهم دي بروفيسور تاعهم يعني غياب المعدات معدات اكثر مشكله معناها المشكل المعدات المشكل اللوجستي معناها هو الاكثر فما بروبليم لوجيستيك وفما بروبليم مثلا عندي ان بلوك باش يجيو له ان شاء الله ماتريال كبير معناها غالي برشا وكبير حتى في الفوليوم معناها والبلوك ني با كونفورم للماتريال هذاك انا مش نحاولوا ان شاء الله نلقاوش تواصلتوا مع وزاره الصحه معناها نلقاو ان دون يعاونونا في البلوك وموك يحضر نلقاو وين نحطوا ماتريال غالي برشا معناها فوق المليار مش يجي الماتريال هذا وقت ان شاء الله حكايه بيروقراطيه خاطر ابيل دوفر كبير معناها يصير على تونس الكل مش يتفرق على الولايات كيما قفصه وقصرين وسوسه ومستير يتعطى جمله نورمالمون ما بين 6 شهور لعام تو هو تصحح معناها نورمالمون عنده شهر ان شاء الله من هنا العام تولي ظروف اخرى ونا تونتون فماش ما يتحسن سيرفيس باش نحاول نشوف شويه رجال اعمال يعاونوناش في البلوك نهيئوه معناها باش نجم اموال نلقى وين نحط المعدات هذوما ان شاء الله. اسبوعيا قداش يستقبل القسم من مريض كان عندك الرقم؟ اسبوعيا اقل حاجه معناها في النهار نشوفوا في العيادات ما بين 30 40 مريض في الحالات الاستعجاليه اللي بعد العشيه وفي الليل 10 ل 15 معناها اموال تشير 70 في النهار. 70 ما نحكيوش في الاعياد ولا في اكثر معناها. ونرقدوا معناها اللي مش يعمل عمليات واللي عندهم امراض لازمهم يتلقاو العلاج في المستشفى معناها عندنا 22 فرش. معناها في العاده فما ديما 10 12 مريض في القسم الرقمي. نرجع لموضوع القوافل الصحية فما قوافل باش تصير في المستقبل بخلاف القافلة هذه في بالي الجمعة الجاية فما مش نحضر فيها ومع جماعة السيلور مشكورين مرة أخرى في الشراردة إن شاء الله قافلة صحية في الشراردة نهار حددتوه ولا ما زلتوا؟ لترونت إن شاء الله 30 أكتوبر في المستشفى المحلي بالشراردة الحق ما عنديش الموقع في العادة يعملوها في مدرسة من المدارس يبدا بلاصه سباسيوس فيها مساحه باهيه باش ينجموا يحطوا التلامذه في اقسام منظمين ويجيو بالخمسه باش نبداو يقطروا في وقتهم باش ياخذوا كيس صحيح ما يبداوش في الشمس ولا في الشارع ولا يبداو محميين ويعملوا لهم حتى انيماسيون باش ما يقلقوش وباش ما يصيرش هذا يعاون في تسهيل يعاون هذيك تابعة التنظيم هاكم حاجة إن شاء الله تو مرة جاية كان باش نعاودوا إن شاء الله قافلة هذية في القروان طب مدرسي معناها الإدارة الجهوية تتفاهم مع الجمعية هذه نتاع الشركة نتاع إسيلور يتفاهموا على النومبر سلون البلاصة اللي ياخذوها البلاصة تهز 200 ولا 300 الحق ما تنجمش تفوت 250 300 في اون جورني سينو ما تنجمش تقدم خدمات به حتى كي تجيب 10 طب. تواصلتوا مع المنظمين قلتوا لهم راهو يلزمنا العدد هذايا باش يتم يكون الكشف في شكل مثالي ولا بي مش قلت منظمين هي خرجت في الراديو راهو فما قافله صحيه في المركز الجهوي المركز الجهوي للصحه في المنصوره راهو العباد قراب جاوا الكل معناها هما ديفو ديفيزيون دافورماسيون احنا المعلومه جاتنا كيكا قدمناها كيكا احنا معلومه خرجت يا جاو الجماعه باش 170 تلميذ عندهم مشكله نتاع نظارات معناها جايين من اقسام باعثين معلمين معناها هذوما عندهم مشكله واضحه فهمت زدنا مي فيو انه مش منظمه ديجا في وقت كورونا وما فماش معناها تباعد اجتماعي مع خطيرة ولات الوضعية راهي في السخانة وفي سباس كلو مسكرة صالات ما عادش ولات معناها مخطرة الحكي ولينا قصينا الغرب أما فرقنا هي تواصلت من وقتش لوقتش من التوقيت دينا 9 كملنا نص ساعة هي في العادة كملتوا بكري كنت تنجم تتواصل كملوا نص ساعة ما ساعتين خاطر الجماعة يجيو من بعيد يجيو من 6 ما حضروا تلامذة ما حطوا ماتريالهم الكل نبداو نظر خاطر يقعدوا ساعة القطر
بون احنا حكينا على القصر نتاع الوقت، خاطر الماضي ساعة قلنا بالك شي كنا نجمو نستغلوا الساعات هذيك المتبقية من النهار في الكشف لبقية نرجعوا نفس المشكل. حتى كي تجي برشا أطباء ما تنجمش تفوت النومبر هذيك، لا العباد معناها فما عباد مش يجيك من السابعة مش يعدي ستة، يقلق ويتعب وقتها مش تقدر له، فهمت؟ نقسموه ما يقلقش، معناها عملوه مثلا مره كل شهرين عملوه ونشوفوا 200 300 تتحل المشكل. يعني مش لازم نشوفوا 1000 باش تحل المشكل. طوى الحل امام غياب طبيب في المركز الجهوي للطب المدرسي هو انه تزيد العدد هذايا نتاع القوافل الصحيه في معناها بالاستدعاء. نتصور اللي عنده ان بروبليم يبداو في بالهم بيهم الطب المدرسي ولا مبعوث من ليسي ولا من مدرسه، عندهم جوابيتهم يجيو بالاستدعاء. يعني ديجا فما انا هزيت 20 طفل صغير من السبيطار خاطر نعرفهم ما عندهمش لي مويا، قيدت لهم اسامي وناديت لهم باش خذوا نظارات. يعني حاجه ربحناها نحبوا ولا نكرهوا، فرقنا 170 نظاره جايين معناها ما يدفعوا حتى فلوس، ونظارات معناها دوك معناها دو كاليتي باهيه والكل. هذه الحاجة الإيجابية في النهار. أي ليه عملنا حاجات إيجابية؟ أنا قلت لك صار سوء تفاهم، معناها مواطنين فهموها حاجة غلطة، قافلة في بالهم مفتوحة، ما هي راهي موجهة للتلامذة اللي مستدعيين. هي تعدات المعلومة نتاع أنها موجهة للتلامذة المقيدين بخجل، وفما معناها تصريح من مسؤولة قالت أنه أيضا التلامذة اللي ماهمش مقيدين ينجموا يجيو إذا كان فما إمكانية ينجموا يعديو. امكانيه ما فماش ابارياج، ما تنجمش تعمل هكاك، ما تنجمش مثلا تلم 20 طبيب، ما عندكش اسباس يلم لك 20 طبيب. دونك ثلاثه اطباء وتتعاود. انا ان شاء الله نبدا ديما ديسبونيبل، اي حاجه في الكروان نجم نعاون في اي وقت. وتبدا الامور منظمه، نعملوها مره في الشهر ولا مره في الشهرين ونشوفوا 200 200 تتحل المشكله نتصور. احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج سياسة الصحة، نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ومواصلين مع ضيفنا حمزة شاقرون الدكتور في طب العيون، باش نحكيو على أمراض العصر في العيون. نقص النظر هو مرض العصر، مشاكل النظر هي أكثر أو أبرز الأمراض أو المشاكل المتعلقة بالعيون، لكن بعد الفاصل. صحة التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. رجعنا لكم من جديد في برنامج سياسة الصحة، نرحبوا بالناس الكل اللي تحقوا بينا في الاستماع للحياة فام على 93، أيضا تنجموا تتابعونا على اللايف متاعنا أو على الفيديو متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك الحياة فام. نحكي على القافلة الصحية الموجهة لأمراض العيون بالمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالقيروان اللي صارت نهار الجمعة الماضي. نحكي أيضا مع الدكتور حمزة المختص في الطب العيون، الدكتور حمزة شقرون، نحكيه على مشكل نقص النظر اللي ولا شائع في أيامنا الحالية وفي السنوات الحالية. مشاكل البصر ولات مشاكل سائدة وموجودة بشكل كبير في مجتمعاتنا عند الأطفال من أعمار صغيرة حتى عامين وثلاث سنين ولاو عندهم مشاكل في البصر، باش نعرفوا علاش وباش نشوفوا نصائح على حول المشكل هذايا كيفاش نجموا نتفاداوه، خاصة مع أنه الصغار يستعملوا برشا ولاو الوسائط الإلكترونية كيما التليفونات واللي بي سي واللي تابلت. نحكيو أيضا على أرقام حول المشاكل متاع نقص النظر في تونس. مرحبا بك من جديد دكتور حمزة. مرحبا بك. نقص النظر أو نقص البصر ولا مشكل شائع في الأعوام الماضية، شنو هي الأسباب؟ مشاكل البصر باش نجموها هي معناها فيها ثلاثة ولا أربع أمراض مع بعض، معناها باش نقولوا فيها نقص البصر معناها قصر النظر اللي ما يراش من بعيد باش نفسروه، وعندنا زاده مشكل اخر بعد النظر. بعد النظر يبدا عند الصغير عنده مشكله ما يراش من قريب ويقعد مستحفظ على النظر البعيد، بعد 8-10 سنين تظهر تولي قريب وبعيد. مشكل اخر فما اعوجاج في القرنيه، هذو كل مشاكل البصر. الأحوال في القرنية مازلنا أحوال بوه نقولوا أحوال في القرنية، هي أعوجاج قرنية، التسمية الطبية هو أعوجاج دائرة، هي تبدأ مش فسروها هكا بالعربي فهموها مذبة شوية، تبداش كالكورة معناها تبدأ مذبة شوية مخروطية الشكل هذه. وفما هذوما الكل ينجموا إذا كان
فيهم معناها نقص كبير ولا زيادة كبيرة أو اعوجاج كبير يعطيونا الأحوال. الأحوال اللي هو يبدأ ظاهر معناها واضح عليه. يبدأ ظاهر هذيك معناها فهم مشكلة نتاع نظر كبير، سيرتو كي يظهر من العمر الصغير. دونك معناها مشاكل البصر فيها نقص بصر، بعد النظر، وفما اعوجاج القرنية وفما الأحوال. أربعة أصناف معناها نتاع مشاكل تتعلق بالبصر والنظر. وخلاف هذوما فما مشاكل داخل العين، هذوكم شابيتر واحد، ومعناها حاجات يعطيو كيما نقص النظر هي الماء في العينين، الأحوال اللي ينجم يكون الماء، ولا ينجم يكون مشكلة في الضغط نتاع العين مالفورماتيف، فما برشا مشاكل يعطيو مشكل النظر. هذوما اللي كثر شابيتر معناها الكبار اللي نراوهم في المجتمع، الآخرين يتراو في السبيطار ولا معناها الأطباء يفهموه. وهذوما أسبابهم وراثية، فما عوامل وراثية وفما عوامل متعلقة بالحياة اليومية متاعنا، لو كوتيديان متاعنا. هما الأكثر وراثيا اللي يظهروا معناها بعد أعمار 12 و14 سنة، هذيك من الحياة اليومية بالاستعمال اليومي مثلا نتاع التليفون برشا ولا البيسي والتليفون واللي تابلات والكل. باش نبدا مشكلة لي تابلت، فما لوميير بلو، هذوما يعملوا مشاكل في الشبكية، معناها في الخلية نتاع الشبكية، يضروا حتى بعد تولي فما مشاكل نتاع فيزيون دي كولور والكل، ويقلقوا. فاش يقلقوا هذوما؟ معناها ما يعملوش تو مشاكل الشبكية، يضروا بعد. أما فاش يقلقوا في الصغيرات مثلا، نقص نضر برشا، يقرب برشا ويتفرج، أبار أنه يقلق الشبكية يزيد يفونسي نقص النظر. يزيد يزيد يبعد على البورتابل والبيسي، ويرى لو موند اكستيريور نتاعو، معناها يرى لونتوراج نتاعو، تو يفيق وقتها انه ناقص نظر، ما يراش لي كولور، ما يراش التيلي بالباهي، مش يقعد مثلا حياته كامله شاد بورتابل ما حاجتوش باللونتوراج نتاعو، ما تفيقش به كان في مكتب ولا حاجه. هذه حاجه. في بعد النظر بالعكس، هو ما يراش من قريب ويزيد ينزل على عينيه، يزيد يقلق النظر نتاعو، يزيد يولي وجاي عراس ويعمل حساسيه، يولي يحك، يعمل انحراف قرنيه، معناه الشدان البورتابل يزيد ياثر يعكر الحاله، فهمت؟ فماش معدل ساعات ينجموا نخفضوا على قليلة في عود يستعمل نهار كامل؟ فماش عدد مثالي للساعات او العدد، خلينا نقولوا الحد الادنى من السنين مش منصوح به. تحت ستة سنين وقتها ماتوراسيون مع النضوج بتاع المخ والعينين، العينين 4 سنين والمخ يكمل ماتوريتي نتاعو في 6 سنين. وما في الاوروب يقول لك افون 6 با بورتابل، ميم افون 8 ans با بورتابل با تيلي، معناها لا تلفزه لا بورتابل 8 سنين. احنا تو من 4 سنين نعملوا كيكا، نحن حتى عامين تو بورتابل. خاطر كي هو يتلعب البورتابل ما عادش يخدم ملكات نتاعو الذهنيه، ويتخيل ويرى الموند نتاعو ويتعامل مع الغير، يعني ابار مشاكل النظر مش تعمل له مشاكل نفسيه ومشاكل في المعاملات، وتلقاه انطوائي، والا يعمل حتى مشاكل نفسيه كيما النيرفوزيتي والكل. حتى البورتابل ما عادش يحب يكلم حد ولا، وينقص من الملكات نتاعو، وينقص من الانتيليجونس، ينقص من كل شيء. معناها تأثير تأثيرات مختلفة، تأثير يعكر النقص ولا الزيادة في النظر، تأثير حتى على النفسية وعلى الديفلوبمون بسيكوموتور، معناها حياته اليومية تضطرب ما تبقاش. هكا لو بلو غراف معناها، معناها بخلاف النظر معناها حتى المعاملات. تبقى اونفون ما تنجمش تنحي له بورتاب 3 سنين، يولي يبكي ويصيح يتعود. مسألة تعود تولي ارتباط كبير، تولي بالوسائط هذه. احنا اليوم علاش نحكيه ايضا على نقص النظر في الجزء الثاني من البرنامج، وعلى مشاكل العين المرتبطة بالعوامل هذه ومرتبطة بالتغيرات اللي قاعدة تصير في المناخ والتغيرات في الحياة متاعنا، في النمط متاع العيش متاعنا، على خطر التلوث اللي قاعد يصير في العوامل الماضية، اللي زيادة كبيرة متاع التلوث تسبب أمراض عديدة في العين، الشياح في القرنية والحساسية وعديد أمراض يداويو، يعني مش ما يعطيوش، أما يقلقوا يقلقوا حساسية مثلا، زيد تأثر لك على الانحراف القرني، عنده حساسية يقعد يحك يزيد تنحرف القرنية. أما تقول لي مثلا على الحياة اليومية كيف تأثر، احنا تطورنا تو، ولات أكثر ماكينات، عباد الناس كل ولات تقرا، معناها كان ولينا نفيقوا أكثر بالأمراض، هما موجودين وراثية، ولينا نفيقوا بهم اكثر، خاطر العباد ولات تحب تفرج تاع التلفزه.
كثرة تلبس عباد ولات تسوق، وقتها ولينا نسيقوا أكثر، ولينا نعتمدوا أيضا أكثر على مخاخنا، معناها ولينا نخدموا بالفكر أكثر من قبل، كانوا يخدموا قبل بالساعات. ما تقراش وما عندوش تلزم يفيقش بروحه ناقص، كي ولا يقرا ما يراش تابلو يقول لك نقيس، ما نجمش نتفرج على التلزة، ما نجمش نسوق، ولات معناها متطلبات حياة اليومية معناها. دور الدولة لهنا سي حمزة، دكتور حمزة شقرون، دور الدولة في التحسيس بالأمراض هذه، وكيفاش تحيط معناها بالناس اللي عندهم مشاكل في البصر ومشاكل في النظر، كيفاش نورمالمون يكون؟ لازم يتوفر مثلا حملات تحسيسية المدرسية. حملة تحسيسية هذيك ديما حتى في التلفزة، في المستوصف نحسوا الأساتذة والمعلمين، حتى في الروضة ترى طفل صغير مثلا عنده حول لكرات المروضة ولا تراه يحك برشا في عينيه، معناه لازم دوكم اللي راهو في الصغيرات نحسوا الوالدين الحول هذاك، فماش حول زين راهو فما حول معناه راهو حول فماش معناه حول زين، معناه أي حاجة يراها مش نورمال، بيبي هكا معناه يغمض عينيه في الشمس، ما يقلق الضوء يمشي يعدي، أي حاجة كل ما كان الكشف مبكر عادي. على المشكل مبكر يتصلح ويداوي، ضر نفيقوا به مبكر، نحاولوا نوقفوه حتى كان موقفش معناه يلبس نظارات يقعد يرى عادي. الحول اللي يصير أثر ثناج معناه في الأربع سنين إذا داويناه من العامين اللي فقنا به في الأربع سنين نجمو نعملوا جراحة ويعيش حياته معناه نفسانيا وكاليتي دفي، معناه ما يقعدش أحول يعمل عمليته ويقعد يراه وتتصلح. مش يجي 6 سنين وقت تفكرك ولا أدوليسون قلقته الحكاية، وقت تلقى عينه بخيلة ما تزيدش نظر تعملها له أبيوتي ستيك كهو. دونك كي تفيق انت باي حاجه من اللي قلت لك عليهم الامراض هذوكم كل يتصلحوا بالنظارات. بعد كي يكبر ان شاء الله في 18 20 سنه يحب يعمل لنزير سادي بونتي ولا حي. هو كل ما تتحسن الخدمات الصحيه اكيد العموميه الموجوده في سبيطارتنا، كل مواطن خدمات صحيه توصل له كل ما الامراض هذه تنقص وتتصلح ومش صعيبه، معناها تتوفر لهم امكانيات والمكان اللي يعديوا فيه مثلا بعد برشا نقربوا لهم نعملوا قوافل نتنقلوا لهم. الناس اللي ما نجموش اللي يمشيوا للسبيطارات يلزمنا نمشيوا لهم في المدارس نورمالمون، راهو قوافل معناها دوريه تمشي للتلامذه هذوما اطباء في اطار اي نورمالمون دوريه سينو فما اني قلت لك معناها نوصيوا معناها المعلمين والاساتذه هما والعائله لازم تفهم بالملاحظه اللي فما يبعثوا للطبيب مثلا نتاع مستشفى، طبيب مستشفى يحس فما مشكل يشوف يلقى عين ناقصه يولي يبعث وقت طبيب مختص. كما بكري انت تحكي قلت فما واحده متلامذه ناقصه 14، معناها 14 وينهم؟ معناها وين الاولياء وين المعلمين نتاعها؟ حتى الولي معناها تعيش في 2 متر وهذيك في حياتها ما تشوفش بعد، معناها نورمالمون لا تلزة تقرب لها معناها الاخر كانها تقريبا للتلزة، اي حاجه بورتابل قريب الوجه معناها يفيقوا بها، تقاهم ساكن ظروف على قلت لك راهي هذيك موجهه لعباد هكا سبيسيال شويه، معناها تلمو يرى في الحكايه وما هي ظروفه ما سمحتلوش لا غالب ان شاء الله تتغير الظروف، اما فما عباد مازلنا راوهم معناها نورمالمون ما يتراوش تو. هذاك علاش احنا موضوعنا اليوم مهم، خاطر 10 سنين ناقصه 17 كيف تحوش معناها مش تصلح، حتى كي عطيتها نظارات انا مش تشوف 2 3 على 10 خاطر تولي بخل في العينين باش نقص المعاناة نتاعها، يمكن محل جذري ممكن جراحة في حالتها هي فما جراحة ممكن. المشكل إذا فتنا علينا نرجع قلت لك التشخيص المبكر صلح كل شيء، بعد 6 سنين يولي صعيب وليو نستحفظوا ونحاولوا نحسنوا شوي ما يرجعش نورمال. بعد 6 سنين لازم نوعيوا العباد ونبداو من العائله. كان في ما فاقتش العائله المروض مروضه تفيق، ما فاقتش المعلم يفيق، خطه خايب يهبط على السطر، راسه يوجعوا ديما ما يحبش يقرا، هو زايد نضر خاطر كي يحط يقرب الكراسه ما يراهش ولي راسه يوجعوا، ساعات فما شكون عنده ماروتار سكولير معادلاته خايبه كله خاطر زايد 5 ولا 6 كان يلبس مرايات راهو يقرا على روحه. معناها تاثر حتى على النتائج المدرسيه وعلى مردود النتائج المدرسيه، حتى يعملوا نفسانيه ديبريسيون ما يقراش راسه يوجعوا وش بيه ما يتيقش القرايه، معناها فهمتني. هو في تقريرها منظمه الصحه العالميه حول مشكل البصر ونقص البصر تقول انه 2 اسباب رئيسيه لارتفاع عدد الاشخاص اللي مصابين بنقص البصر
النظر. سبب الاول هو التقدم في السن، نعرفوا اللي تقدم في العمر يعمل مشكل في النظر وينقص من مردود العين ويولي فما ضعف نظر، والفقر. الفقر هو السبب الثاني. الفقر خاطر ما يفيقوش كما حكيت لك، هكا يقعدوا مساكن ما ياخذوش لي مويه ويقدم تقدم العمر. حتى التغذية أيضا دكتور حمزة، نوعية التغذية، طريقة العيش، الجزر والأسماك فيهم الأوميغا 3 ياسر باهين للشبكية، هذوما خاصة الذين نلقوها في الأسماك وفي البيض، في نوعية أي في البيض الأصفر تاع البيض، وخاصة الأسماك زاد الزرقاء معناها هيك السردينة وال يعني الانواع مش الابيض الازرق، هو الحوت كل فيه الاوميغا 3 سورتو الاسماك الزرقاء معناها للصغار به برشا للنظر. باش نلخصوا كما الكاروتين هذيك اللي راهوها سامحني قصيت عليها. لا مسيش كمل فكرتك. كما القرع والسناريا وفما الاوميغا 3 والاكزونتين نلقاهم واليود نلقاهم في الحوت معناها في الاسماك. هذه الأغذية اللي تتعاون في التعاون. وفما طار انه الوالدين مثلا بول يلبس بريات ويعرف روحه ناقص برشا ولا زايد برشا، راهو عادي مش يعدي للصغار معناها نورمالمون يطيقوا اكثر معناها، ولا العائله كامله تلبس نظارات نورمالمون من العامين عام ونص يرى ولده عينه تتحرك شويه ولا ما يراه يتفقدوا ما فيها باس معناها تفيق به عامين في عود تفيق به ناقص زايد زوز ولا ناقص زوز، خير ما يجي عمره 5 سنين زايد 7 ولا حتى النظارات تبدا تقلقه كبار على وجهه ورضينا عليه. وهو ما يتقبلهاش زاده نفسانيا في عمره زاده. اي مرض التقصي المبكر ديما خير. يعطيك الصحة دكتور حمزة. باش نلخصوا احنا توا بنحبوا نكونوا مفيدين في برنامجنا ونحبوا نحطوا النقاط على الحروف ونحطوا التشخيص على موضع الداء. خلينا نعمل بوز لحظة. قص. الو وي سي حمزة. أيوة. نختمو قلت لك باش نلخصوا تحسين الخدمات الصحية فيما يتعلق بمشاكل العين وأمراض العين واختصاص طب العيون، هو تجهيزات أنه الدولة توفر التجهيزات المتطورة، التجهيزات الجديدة ذي اللي تمكن من التشخيص دقيق وتسرع من عمل المختص، وأيضا توفير الأطباء والإطار الطبي الكافي. اما معقوله هذوكم اول حاجه في باش تتطور طب العيون، خاطر هي مشي كان نظارات ولا شويه امراض راهي فيها جراحه وفيها التجميليه وفيها امراض تاع الشبكيه معناها اخطر من اللي كنا نحكيو فيه، تحب لها برشا معدات غاليين برشا اما متقدمين ويعطيو معناها نتائج باهيه برشا. نوفر كي نوفروا هذا ما نسواش حتى طبيب يلقى ظروف ملائمه وما يحبش يخدم ولا. والاهم من هذا الكل اكيد الوعي، وعي المواطن واي شخص يكون واعي انه العين عضو حساس في الجسم نتاعنا وعضو اساسي، ما حتى فينا ما ينجم يتخلى على العين باش يقوم بحتى وظيفه من الوظائف نتاعو، هذاك علاش لازمنا نتلهاو بعيوننا، نتلهاو بصحتنا بتغذيتنا وما نوخروش وقت اللي نحسوا باي قلق وما نتردوش باش نمشيو للطبيب. التقصي المبكر حس بقلق ما ياخذش دواء وحده ولا يستنى يسال. معناتها حمرار عينين ضربه حس عينه متقلق ضبط، العادي انه يمشي يطل على طبيب عينين. واحد راه معناها حول ولا ما ينجمش يرى الثوب بالكدا، ما ينجمش يسوق، يعدي يعمل نظارات معناها هذيك معناها ما فماش لوتو ميديكاسيون، ما فماش يداوي روحه ولا يسال ولا هيك حكايه. فما لا اله الا الله زاد تقصي مبكر كما قلت لك، المجتمع كامل كان خال عم مروض استاذ خاطر يربح حياته كما قلت لك معناها ما يقعدش عنده حول مقلق وعين بخيله، مثلا عين بخيله ما ينجمش ياخذ برمي، ما ينجمش فما خدم يخدمهم، يحب يطلع بيلوت ما ينجمش مثلا، ولا يحب يدخل ميليتير ولا شرطه ما ينجمش، معناها تنجم حياته تتبدل جست ا موفي جيست ما مشاش عدى لل10 سنين وكهو.
هذا هو، حاولنا نحكيه على مشكل أمراض العين، حاولنا نحكيه أيضا على القافلة الصحية وكيفاش نجمو نختار أو كيفاش نحاول ننجحوا المناسبات هذه باش تحقق الأهداف اللي تعملت على خطرها. احنا اليوم وصلنا مع ضيفنا الدكتور في طب العيون حمزة الشقرون لنهاية حلقتنا لليوم من سياسات الصحة، نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية في موضوع جديد. كانت معكم سمية حمدي من وراء الميكرو وأيمن ليجا في الإخراج وعزيزة هلالي في الديجيتال. باي باي. سياسات الصحة، التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة.